نبدأ كالمعتاد بأهم الأحداث والأخبار اللي حصلت امبارح. رئيس الوزراء تابع تنفيذ مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات بالسويس، وكمان رئيس الوزراء التقى بالقائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. كمان امبارح رئيس الوزراء تابع جهود تيسير دخول وخروج المستثمرين والبضائع من وإلى سيناء، والقوات المسلحة نظمت معرض لدعم التصنيع المحلي لقطع الغيار. تعالوا نشوف مع حضراتكم تفاصيل أكتر وأهم الأخبار اللي حصلت امبارح. أخبار كتير حصلت امبارح، من بينها أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تفقد أعمال تطوير مدخل المنطقة الأثرية بهضبة الأهرام، وأكد رئيس الوزراء أنه حرص على إجراء هذه الزيارة بعد الاجتماع اللي عقده أمس لمتابعة الأعمال المنفذة وفق المستهدفات المطلوبة، بالنظر إلى أهمية تلك المنطقة الأثرية كوجهة جذب رئيسية للسياحة الوافدة الشغوفة دوماً بزيارة الأهرامات واستكشاف أسرار الحضارة المصرية القديمة. واعتبر الدكتور مصطفى مدبولي أن أعمال التطوير المنفذة على النحو اللي بيتناسب مع القيمة الحضارية للمنطقة الأثرية بيسهم في تحسين التجربة السياحية للزائرين وإحداث أثر إيجابي بيدفعهم لتكرارها والترويج ليها في بلدانهم واستقطاب زوار أكتر. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى بالسويس وطرح الوحدات السكنية اللي تم تنفيذها للحجز. وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف طرح وحدات مشروع محافظة السويس في إطار التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وتم خلال العرض الإشارة إلى أن هناك ثلاث مواقع في مدينة السويس ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، واللي بينفذها صندوق التنمية الحضرية، وبتبلغ مساحة القطعة الأولى 53 فدان بعدد وحدات 3792 وحدة، والثانية 60 فدان 3888 وحدة، والثالثة 85 فدان بعدد وحدات 5832 وحدة بمعدلات تنفيذ جيدة. كمان امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالمستشار محمد الفيصل يوسف القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. في مستهل اللقاء هنأ رئيس الوزراء المستشار محمد الفيصل بصدور القرار الجمهوري بتكليفه بهذا المنصب، متمنياً له التوفيق في مهمته وتحقيق إسهام فاعل نحو تعزيز دور الجهاز المركزي للمحاسبات في مجالات المحاسبة والتدقيق وتحقيق مبادئ الحوكمة الرشيدة. وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن التقدير الكامل لدور الجهاز المركزي للمحاسبات والحرص على التعاون وبناء مسارات من التواصل المستمر معه من منطلق دور الجهاز المهم في تقييم الأداء وتصويب أي إجراءات بما يسهم في تحقيق المصلحة العليا. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع بشأن تيسير إجراءات دخول وخروج المستثمرين والبضائع من وإلى سيناء. وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول استعراض الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية بهدف تيسير إجراءات دخول وخروج المستثمرين من وإلى سيناء، وأيضاً الإجراءات الإيجابية المتخذة لتسهيل حركة عبور البضائع من وإلى سيناء خاصة في منطقة شرق بورسعيد. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتشجيع وتوطين التصنيع العسكري بمصر، نظمت القوات المسلحة معرض لدعم التصنيع المحلي لقطع الغيار ومستلزمات التأمين الفني لمختلف أسلحة ومعدات قوات الدفاع الجوي، وده بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية والهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربي. واختتم المعرض بجولة تفقدية للأجنحة اللي بتضم عدد من قطع الغيار والمستلزمات الفنية التي يمكن إنتاجها محلياً لتشجيع الشركات المصرية على تصنيعها كمنتج وطني. حضر الفعاليات عدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء اتحاد الصناعات المصرية وعدد من ممثلي الشركات الصناعية الوطنية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر أيضاً على صفحته الرسمية على فيسبوك ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك أمون 24 اللي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بعدد من القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية، وبيأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية. تضمن التدريب عقد عدد من المحاضرات لتبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية في التخطيط والتنفيذ للمهام المشتركة، ونفذت المقاتلات متعددة المهام من الجانبين عدد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية في تناغم كامل.
فضلاً عن التدريب على تنفيذ طلعات التزود بالوقود في الجو، ونفذت مجموعة من المقاتلات المشاركة بالتدريب تشكيل جوي فوق الأهرامات، أبرز الدقة والكفاءة اللي بيتمتع بها الطيارين من كلا الجانبين.